العالم بأسره لا عمل له هذه الأيام إلا تعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وحالات الشفاء منه، وكذلك ملاحقة الإجراءات الوقائية والاحترازية من هذا الوباء. في الأعداد، أكثر من 1,100,000 مصاب حول العالم وأكثر من 62,000 وفاة، إلا أن العدد المضيء وسط هذا الظلام فهو ذلك المرتبط بحالة الشفاء التي بلغت أكثر من 242,000. وقائع وأرقام تدفع الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية وإلى تشديد وتمديد تلك الموجودة. في الأرقام، أعلنت الجزائر تسجيل 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 130 وفاة، في أكبر حصيلة من نوعها تسجلها المنطقة العربية منذ تفشي الفيروس. كما أكدت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 80 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1,251 حالة. في الإجراءات، قررت وزارة الداخلية السعودية منع الدخول والخروج في عدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، كما قررت منع التجول فيها على مدار اليوم اعتبارا من الساعة 3 من عصر اليوم بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، ويسمح القرار لسكان تلك المناطق بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية فقط من الساعة 6 صباحا وحتى 3 عصرا. هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي تسجيل 140 حالة إصابة جديدة في المملكة. تم تسجيل 140 حالة جديدة، بذلك يصل إجمالي الحالات إلى 2179 حالة. من بين هذه الحالات 1730 حالة تعتبر حالة نشطة لا زالت تتلقى العناية والرعاية الطبية اللازمة. معظم هذه الحالات هي حالات بحمد الله مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، وبعضها لا زال يتلقى العناية المركزة باعتبار أن حالاتهم حالات حرجة. استمر الحمد لله تسجيل مزيد من حالات التعافي حتى بلغ إجمال المتعافين بحمد الله 420 حالة حول المملكة العربية السعودية. سجلت 4 وفيات، وفاة لمواطنة في المدينة المنورة، وثلاث وفيات لمقيمين في المدينة ومكة وجدة رحمة الله عليهم جميعا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة وفاة. في الإمارات العربية المتحدة، أقرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تمديد التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة وتطبيق المساءلة القانونية على المخالفين. وأكدت الإمارة أنها ستكثف عمليات الفحص الطبي بالمناطق التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الناس للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وشددت أيضا على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة. في الولايات المتحدة، سجلت ولاية نيويورك 630 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وتعتبر هذه الحصيلة القياسية الأسوأ خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى نحو 3500 حالة وفاة، فيما تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة 8,000، أما الإصابات فتجاوزت عتبة 300,000 إصابة. أما في بريطانيا، فأعلنت السلطات تسجيل 708 وفيات بفيروس كورونا، ليتخطى إجمالي الوفيات 4,300. وقال مراسلنا إن بين المتوفين طفلا في الخامسة من عمره، وتشن لندن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد ومرخص. وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، قالت إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كورونا. إيطاليا سجلت 681 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15,362. لكن البلاد سجلت لأول مرة تراجعا ملحوظا في عدد الحالات الحرجة،
وذلك منذ تفشي الفيروس في إيطاليا وفق ما أكدت الجهات الصحية الإيطالية. أما في إسبانيا فأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستمدد إجراءات العزل في البلاد لأسبوعين إضافيين، ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض معدلات الوفيات لليوم الثاني على التوالي. الفيروس تسبب أيضا في وفاة نحو 12 ألف شخص وإصابة قرابة 125 ألف آخرين، لتلحق بإيطاليا باعتبارها أكثر الدول في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة. لليوم الثاني على التوالي تنخفض معدلات الوفيات في إسبانيا، لكن تحقيق هذه النتائج الإيجابية لم يمنع الحكومة من الإعلان عن نية تمديد حالة الطوارئ أسبوعين آخرين. أعلن أن مجلس الوزراء سيطلب تفويض من الكونغرس الإسباني لتمديد ولاية الطوارئ للمرة الثانية من 12 من إبريل حتى 25 المقبل من الشهر نفسه. يأتي ذلك بعدما أعربت السلطات الصحية عن مخاوفها من تفاقم الوضع في حال تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة على الشعب الإسباني، وأكدت أن تدابير الإغلاق ستنقذ المزيد من الأرواح. من المهم جدا للناس أن يعتقد المواطنون أن إجراءات الإغلاق تؤدي إلى نتائج إيجابية، ومن المؤكد أن هذه التدابير ستسفر عن حياة أكثر أمنا. في الوقت ذاته قدم عدد من الفنادق فئة الخمس نجوم في برشلونة نحو 2500 غرفة لإيواء مرضى الكورونا ومتخصص الرعاية الصحية، ويوجد هذا الفندق على بعد خطوات قليلة من مركز للصحة العامة يستقبل المرضى والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. نحن لسنا متخصصين في الرعاية الصحية، نحن متخصصون في الضيافة، ولدينا إحساس كبير بالتعاطف مع عملائنا. بمجرد وصولهم نحاول أن نحيطهم بالكثير من المودة والحفاوة. وفي مدينة برشلونة أيضا مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد انتعشت صناعة النعوش ويوصل العاملون الليل بالنهار لإنتاج أكبر عدد ممكن منها لتغطية الطلب عليها. وفي مدينة مدريد أنجبت فانيسا مورو طفلها الأول أوليفر وهي ترقد في مستشفى منفصل عن زوجها بعد أن أثبتت التحاليل أن كلا الزوجين حامل لفيروس كورونا، وهما يعدان أياما قليلة تفصلهما عن نهاية فترة العزل الثانية، وبعدها سوف يلتئم شملهما ويتمكنان من تقبيل ابنهما. أوليفر يبلغ من العمر 15 يوما، وبنهاية فترة العزل الثانية سيكمل شهراً واحداً، وبعد ذلك سنتمكن من لم الشمل وتقبيله. إسبانيا تعلن أنها تجاوزت ذروة انتشار الكورونا وتسابق الزمن لتأمين المواد الطبية الناقصة في مستشفياتها، خصوصاً أجهزة التنفس الاصطناعي، وتؤكد أن تخفيف الإجراءات يمثل عودة إلى نقطة البداية، ما قد يسفر عن موجة ثانية من حالات العدوى قد تكون أسوأ من المرحلة الأولى. ولرصد آخر التطورات والأرقام المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ننتقل إلى عدد من مراسلينا. سنبدأ مع مراسلنا من القاهرة سمير عمر. سمير، يعني بداية، حادثة معهد الأورام حبس أنفاس الشارع المصري اليوم، ما هي المعلومات التي توفرت حتى هذه الساعة وماذا عن حصيلة هذا النهار؟ يعني حصلت هذا النهار هو الأحدث هذه المرة، حيث قبل قليل صدر بيان وزارة الصحة المصرية بتسجيل 85 حالة إصابة جديدة وخمس وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1700 حالة ويرتفع عدد الوفيات إلى 71 حالة. هذا اليوم رغم ارتفاع عدد الحالات المسجلة وارتفاع عدد الوفيات إلا أنه يمثل تراجعا عن حصيلة أمس التي بلغت 120 حالة للإصابات وست حالات الوفيات. إذن صحيح أن العدد ما زال متصاعدا، لكنه يسجل تراجعا اليوم في العدد الإجمالي وكذلك في عدد الوفيات. العنوان الأهم الذي كان في القاهرة
اليوم وأمس كان هو إصابة 15 من العاملين في معهد الأورام، ولكن سرعان ما اتخذت السلطات الصحية وسلطات جامعة القاهرة والسلطات المصرية إجراءات سريعة لمواجهة هذا الأمر، وأعلنت عن إغلاق جزئي للمعهد مع استكمال أعمال المعهد فيما يتعلق بتقديم العلاجات للحالات الطارئة مع تقسيم العمل داخل المركز حتى يستمر العمل في تقديم الرعاية الصحية لمصابي الأورام في مصر. هذا الأمر ينسجم كذلك مع حزمة من الإجراءات شهدتها القاهرة اليوم، الهدف منها استمرار محاصرة انتشار الفيروس وكذلك رفع معدلات الشفاء داخل المشافي وأماكن الحجز الصحي والعزل الاجتماعي. اليوم على سبيل المثال يدخل العائدون من الولايات المتحدة الأمريكية يومهم الثاني بعد أن وضعوا في حجر صحي بمدينة مرسى علم لاستكمال عمليات العزل 14 يوما، وكذلك الأمر في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة. نتحول من القاهرة من سمير إلى الزميل أشرف سعد من لندن. يعني على وقع اليوم موقف وزير الصحة بأن عيد الفصح سيشهد في الأسبوع المقبل الأرقام القياسية أشرف، وهذه الرسائل والتطمينات لرئيس الحكومة، كلمة ملك للملكة أيضا نادرة جدا، لا تزال هذه الأرقام ترتفع بشكل قياسي. نعم روبير، يبدو أن الأرقام فعلا تتزايد، ولكن الملاحظ خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة أن نسبة الزيادة قد ثبتت منذ يومين تقريبا، يعني معدلات الزيادة صارت أبطأ مما كانت عليه خلال الفترة الماضية رغم التوسع الكبير في أعداد الاختبارات التي تجرى لمن يشتبه في إصابتهم بالفيروس. أما أعداد الوفيات فما زالت في تصاعد مستمر، 708 حالة وفاة بينها طفل في الخامسة من عمره. الأنباء أفادت أنه كان يعاني من أعراض صحية أخرى ربما هي كانت السبب في وفاته وليس الفيروس. على أي حال هناك عدة إشارات مطمئنة، رغم إشارة مات هانكوك وزير الصحة إلى أن يوم عيد الفصح سيكون هو ذروة الوفيات، فإن هناك عددا من الإشارات المطمئنة. أولا كبير المستشارين العلميين للحكومة صرح صباح اليوم بأنه من المحتمل أن تخفف إجراءات الإغلاق مع نهاية شهر مايو المقبل، هذا بالإضافة إلى أن مات هانكوك تحدث خلال تصريحاته، وزير الصحة تحدث خلال تصريحاته عن أن التزام البريطانيين الكبير بالتباعد الاجتماعي، ربما تشاهدون خلف أحد هؤلاء الذين يمارسون الرياضة وفي نفس الوقت يرتدي الكمامة الواقية وهو وحده دون أي أحد آخر. ومن لندن إلى واشنطن مع مراسلنا سهيل الشاعر. سهيل، نيويورك تسجل يمكن أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة. نعم هذا صحيح، ولكن حسب تصريحات لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، نيويورك لم تصل بعد إلى الذروة، وهو يتوقع وصول نيويورك إلى الذروة خلال 7 أيام. وفي هذه الأثناء هناك خبر جيد بالنسبة لنيويورك، حيث تلقت تبرعات من كل من ولاية أوريغون الأمريكية ومن الصين بأجهزة بأجهزة تنفس ممكن أن تغطي العدد الكبير من المرضى الذين يتسارع تحصيلهم تعدادهم في ولاية نيويورك. وهناك خبر آخر، حيث أن البيت الأبيض بدأ بنصح المواطنين الأمريكيين بارتداء الكمامات الواقية بعد فترة طويلة من عدم اهتمامه بهذا الموضوع، ولكن مساء أمس أصدر البيت الأبيض ومركز الوقاية من الأمراض تصريحات تدعو فيها المواطنين الأمريكيين إلى ارتداء الكمامات الواقية، وفي حالة عدم توفرها ارتداء غطاء من القماش حول الفم والأنف. ولكن هناك في جعبتي خبر جيد، حيث أن ولاية نيويورك أعلنت قبل قليل من خلال وسائل إعلام مختلفة أن هناك مصاب سابق بمرض الكورونا بفيروس كورونا يبلغ من العمر 36 عاما، تبرع بالبلازما الخاصة به. سنعود لهذه المعلومات معك سهيل في رسائل أخرى لأن الصوت ليس واضحا. شكرا بطبيعة الحال لمراسلينا من القاهرة لندن وواشنطن على هذه التغطية.
ونتحول إلى ميامي وتنضم إلينا من ولاية فلوريدا الصحفية كارولاين بايلي لنقل الصورة هناك. كارولاين، هذه الأرقام اليوم فعلا مقلقة، كان هنالك أزمة في فلوريدا بشأن السفن التي تحمل أعداد كبيرة من المصابين، ماذا عن الأرقام في الساعات الأخيرة وهل تكون فلوريدا نيويورك ثانية؟ يعني ما يجري في الولايات المتحدة بشكل عام هو أمر غير مسبوق، وحتى خلال الأزمة المالية في 2008 وحتى أحداث سبتمبر 2001 كلها لا شيء مقارنة بما يجري اليوم. فلوريدا اليوم تعاني كثيرا، خصوصا وأن فلوريدا كما سبق وذكرت هي المنطقة السياحية المعروفة في أمريكا لطقسها الدافئ، مدينة الشمس، حيث هناك بواخر مئات البواخر ترسو على شواطئها. وكان هنالك كارولاين أزمة الشواطئ المكتظة في هذه الفترة من السنة، أكثر من علامة استفهام أيضا تطرح عن دور السلطات في إقفال هذه الشواطئ والتي قد تكون سبب مباشر في أعداد الإصابات المرتفعة جدا في البلاد. نعم، لقد كان هناك تأخر في اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع، لكن الآن الشواطئ مقفلة وكذلك السفن بقيت تصل، حتى هناك بعض السفن وصلت بالأمس وهذه تحمل بعض الأعداد المصابين. لم يتم إدخال إلا من هم من سكان فلوريدا الولاية، وحتى الآن يعني الأجواء هنا، هناك يعني فلوريدا لا روح فيها، مدينة أشباح، هناك حركة شبه معدومة باستثناء السوبر ماركت والصيدليات. حاكم الولاية ذكر أن هناك مراكز متخصصة من أجل فحص فيروس الكورونا لكبار السن ولأشخاص يعانون من بعض الأعراض، يتم فحصهم من هنا. يعني الوضع كما في كل ولاية، بس المشكلة في فلوريدا قد تخطينا 11,000 إصابة و200 وفاة في فترة زمنية قصيرة جدا. صحيح. لا تزيد عن 10 أيام. صحيح. وفقط بالأمس زاد العدد 1500 إصابة جديدة. أشكرك الصحفية كارولاين بعيني، نقلت لنا الصورة مباشرة من مدينة ميامي الساحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية. بعد الفاصل نتابع في مسار كورونا كيفية انتقال العدوى. فهل صحيح أن مصابين ينقلون الفيروس قبل أن يكتشفوا إصابتهم وقبل أن تظهر أي أعراض عليهم؟ بعض المصابين بفيروس كورونا ينقلون العدوى قبل أن يكتشفوا إصابتهم به، بحسب ما نقل موقع فوكس الأمريكي، كما قدم نتائج مبنية على دراسات. فقد تحدثت دراسة في الصين عن أشخاص تتغلب مناعتهم على الفيروسات، لذلك ظهرت حالات انتقال عدوى لأشخاص آخرين من مصابين من دون أي أعراض. وبحسب دراسة في سنغافورة على 243 حالة إصابة مؤكدة، تبين أن 6% من المصابين
نقلوا العدوى من دون أعراض. وأظهرت الدراسة ذاتها أن هناك حالات تنشر العدوى وتظهر عليها أعراض الإصابة وإنما في وقت متأخر. وخلصت دراسات ثانية إلى أنه لا يمكن السيطرة على تفشي الفيروس بمجرد عزل المصابين فيما يعرف بالحجر الصحي، بل يجب أن يتبع ذلك مباشرة تقليل الاتصال بين الناس، وقف التجمعات، وتجنب الازدحام. ومن بين ما أشارت إليها النتائج إلى أن ارتداء الكمامات ليس مجدياً للأصحاء، لذا ينصح الخبراء بارتدائها من قبل المصابين فقط. ودعت الدراسات أيضاً إلى ضرورة توفير أنظمة مراقبة قوية للكشف عن حالات الإصابة للحد من انتقالها وتفشيها على مستوى أوسع. وخلص الموقع الأمريكي إلى ضرورة التنويه إلى أنه حتى ولو كنت تمتلك صحة جيدة فابق في المنزل، وإذا غادرت للضرورة فافترض دائماً أنك مصاب وأنك تتعامل مع مصابين. وربما هذه هي النقطة الجدلية. شانتال، معنا من بيروت أخصائي الأمراض الجرثومية والمعدية دكتور جيلبير الحلو. أهلا بك دكتور جيلبير عبر سكاي نيوز عربية. أبدأ معك من السؤال الأبرز، وهل اليوم من يحتضن هذا الوباء أو من يحمل هذا الفيروس ويكون نائم من دون عوارض هو الأخطر اليوم في المجتمعات التي لا تطبق الحجر الصحي؟ بداية مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين، وبغتنم الفرصة لأتشكر ولشجع كل الأشخاص يلي عم يلتزموا بالحجر المنزلي وقاعدين ببيوتهم. بما خص سؤالك اللي هو مهم جدا، الأشخاص اللي ما عندهم عوارض هل هن معديين؟ نعم أو لا؟ هل هيدي الدراسة اللي تفضلتوا وحكيتوا عنها وفي دراسات تانية ومراجع تانية، كل شخص مصاب بيقدر يعدي حتى لو ما عنده عوارض قوية. نحن المراجع الطبية وضمن CDC من أول ما بلش انتشار الفيروس، كان بعده بداية الانتشار بووهان بهوبي بالصين، كانوا كتير دقيقين بالتوصيف اللي قالوا الأشخاص بيعدوا أكتر شيء لما يكونوا أكتر شيء مرضى، إنما ما قالوا إنه الشخص اللي ما عليه عوارض ما بيعدي. رح فصل. نحن سبق وحكينا عن الموضوع قبل، الأشخاص المصابين بفيروس الكورونا مش كل الأشخاص بيعملوا عوارض، وهيدي كتير منحب نركز عليها ونضوي عليها للي عم يحضروا. مش كل في أشخاص، عندك 20-30% من الأشخاص يصابوا بلا أي علم، وهودي الأشخاص بيقدروا يكونوا، منقول بالإنجليزي they are shedding the virus، بيقدروا يكونوا عم ينقلوا الفيروس حتى لو بنسبة أقل وبخطر أقل، إنما هودي طبعا بيقدروا يكونوا أشخاص يعرضوا غيرهم للإصابات. من هيك التزام المنزل التزام المنزل التزام المنزل. لكن دكتور جيربير، هل تأكد موضوع أنهم ينقلون الفيروس بوتيرة أقل عن المصابين اللي يحملون الأعراض؟ ما في أرقام دقيقة بهالموضوع، إنما نحن بنعتبر لحديت اليوم كل شخص مصاب بفيروس كورونا إن كان عوارضه كتير قوية، هو شخص لا سمح الله على التنفس الاصطناعي اللي هو الحالة الأخطر، أو شخص بعده بعمر صغير عنده نتفة سعلة أو عوارضه كتير خفيفة، نحن ملزمين طبيا نتعامل معهم اثنيناتهم كأشخاص محتمل يعدوا لو النسبة أقل، ومعنا لهلأ أرقام دقيقة، إنما مثل ما تفضلتوا وذكرتوا بهذه الدراسة بيقدروا يعدوا. هلأ النسبة أقل بقداي الرقم منه دقيق، إنما نحن اللي منحب نقوله والرسالة منحب نوصلها، كل شخص مصاب بالكورونا ملزم بالحجر إن كان منزلي أو بالحجر دكتور جيلبير اليوم كان عايز مستشفى. نتابع دراسات عبر مواقع طبية لحكومات أيضا عبر الصحف العالمية والعربية، ولكن الخطورة التي تتكشف في أعداد الإصابات في الولايات المتحدة، ما حصل في إسبانيا، في فرنسا، في إيطاليا، وحتى في ألمانيا، ألا يكشف اليوم ما تفضلت بقى يعني أوردته هذه الدراسة بأن هذا الفيروس سيبقى نائما إلى لحظة يعني انفجار البركان وأن يسجل أعلى إصابات ممكنة، وهذا يعني ما تأكد في هذه العواصم الأوروبية والدول؟ بحب هون ركز نقطة على الدول اللي ذكرتها كلها. بتعرف بكل هول البلدان، إذا ما بدنا نفوت بتفاصيل كل بلد، إنما بكل منطقة منهم في عامل بيأثر أكتر من غيره. أخذ مثل مدينة نيويورك، مثل ما بتعرف مدينة نيويورك فيها السابوي، فيها المترو،
الأعداد اللي بتفوت كل يوم على المترو بالملايين، وهيدي كل الناس بتعرفها واللي رايحين زايرين مانهاتن نيويورك بيعرفوا، وهيدي طبعا شغلة. دكتور جيلبير، الأعمار أيضا في نيويورك أعمار شباب، يعني هنالك نسبة مرتفعة جدا من الشباب في نيويورك، وقد يكون هذا الفيروس فيروس نائم من دون عوارض. النقطة وين؟ الأعداد اللي عم تفضلوا وتقول عنها والشباب، ليه عم نشوف شباب أكتر من غيرهم؟ لأن الشباب بيظهروا أكتر من غيرهم، معرضين أكتر. يعني اليوم لما انطلعت الرسائل على وسائل الإعلام العالمية والمحلية وإلى آخره إنه إلزموا بيوتكم، في أشخاص شباب بضل عنده مال يظهر أكتر من الخطية، لأنه بقول لك أنا بعمر صغير خطر الفيروس علي، المتقدم بالعمر عم يقعد ببيته. واحد اثنين، اذا بدنا نحكي عن نسبة العدوى بالكورونا عالية. يعني اذا بدنا نقارنها بالانفلونزا، شخص الانفلونزا بيعدي 1 لـ 1.4 ماكسيموم، بالكورونا الشخص عم يعدي حوالي 3 اشخاص. وبتكون تدقوا على شغله، الاعداد التراكميه بنسميها افي بولدوناج، مثل كره الثلج. اذا واحد عدى 3 عدوا 9 صاروا 81، هيدا الخطر فيها. هي مش 1 3 6 9، لا صح، هي 1 3 9 و9 بتضربهم كمان بـ3 وإلى آخره وإلى آخره. الأعداد بتطلع كتير بسرعة. من هنا أتى القرار من قبل معظم الدول بالالتزام بالحجر المنزلي، لكن اليوم في دراسات أخرى تشير إلى أنها ليست الطريقة المثالية للتصدي لفيروس كورونا. ما الذي تقولونه في هذا الإطار؟ وأليس في هذه المسألة، مسألة الحجر الصحي، لربما المخرج الوحيد؟ إذا بدك تاخدي رأيي الشخصي، أنا بالنسبة لي الحجر المنزلي لحديت اليوم هو المخرج الوحيد قدامنا، ورح فند له إذا بتعطيني دقيقة. نحن اليوم بالحجر المنزلي، أول شغلة، الشخص بس نحجر أسبوعين وما فوق، هالشخص المريض بهالأسبوعين يا بصح والقسم الكبير بصح، أو بعوز مستشفى، منكون بهالوقت عرفنا مين مريض ومين مش مريض. واحد. اثنين، بالحجر المنزلي شو عم نربح نحن؟ إذا ببلدان مثل نيويورك أو مثل إيطاليا أو مثل إسبانيا أو مثل فرنسا طوائم الطبية استنزفت كلها، نحن بس عم نعمل حجر منزلي، عم نعطي مجال لهالمستشفيات تفضي تخوت، تكون جاهزة، يصير في عندها مرضى خرجوا من المستشفى لتستقبل غيرهم. والنقطة الأهم واللي بحب إنهي فيها بموضوع الحجر، نحن بس نعمل حجر منزلي عم نشتري الوقت. الوقت اليوم لو عم نشتريه بثمن، أنا بالنسبة لي الثمن رخيص، الحجر المنزلي ثمنه منه غالي. الوقت بس نشتريه، يمكن بهالوقت يطلع عنا دواء، يمكن بهالوقت يطلع عنا لقاح، منكون زنبنا الكارثة بكل بلد بكل محيط، والكارثة العالمية. لأنه الوقت اليوم نحن اللي عم نكسبه مهم. يعني مثل ما شفتوا كنا بـ PCR، صرنا بغير فحوصات، صرنا بأدوية عندها نوع من الإفكت على الدواء، صرنا عم نعرف نتعامل مع الفيروس أكتر، صار عندنا أمكنة بالمستشفيات أكتر. البلدان اللي ما فيها مستشفيات قدرت تجهز، اللي ما عندها تنفس اصطناعي اشتريت معدات إلى آخره، الـ PPEs، الماسكات، القفازات إلى آخره. الوقت كتير مهم، بس نكون نحن بوباء عالمي بهالشكل. صحيح. شكرا جزيلا للدكتور جيلبير الحلو، أخصائي الأمراض الجرثومية والمعدية، كان معنا من بيروت. بعد الفاصل متابع معك روبير خريطة طبعا آخر الأرقام، آخر الإحصاءات، أين هي الإيجابية وأين هي مناطق الكوارث أو المناطق حيث سجلت الأرقام القياسية اليوم؟ سنكون بانتظارك. في كل حلقة من مسار كورونا نطلع عليكم بآخر الأرقام التي تسجلها الإصابات في مختلف دول العالم. الرقم الحصيلة حتى هذه الدقيقة هي 1,159,515 إصابة، الرقم الإجمالي في العالم. الولايات المتحدة تتصدر الأرقام برقم مضاعف، قد يلامس في الساعات المقبلة 300,000 إصابة، 257,575 إصابة في الولايات المتحدة. أرقام الوفيات تجاوزت 8,000. ولاية فلوريدا اليوم تنضم إلى ولاية نيويورك، هنالك أرقام قياسية سجلتها هذه الولاية. الأرقام في إسبانيا وإيطاليا 124,736 إصابة، في إسبانيا تقدمت على إيطاليا و124,632 إصابة حتى هذه الدقيقة. في إيطاليا
الأرقام فقط 100 إصابة بين الدولتين. أعداد الوفيات في إيطاليا 15,362. هنالك نقطة إيجابية سجلت اليوم في عدد من الدول الأوروبية، إن كان في إيطاليا وإسبانيا أو حتى في ألمانيا، حيث تم حد أعداد الإصابات الجديدة اليومية. نتحول إلى ألمانيا والنظام الصحي الألماني، حيث يتم الحديث بأنه الأكثر تطوراً. عدد الوفيات حتى اليوم هو 1330 في ألمانيا، الإصابات 92,150، أما أعداد الذين تعافوا من كورونا 26,400. نذهب إلى فرنسا مع 83,050 إصابة، الوفيات 7,574. إلى الصين مع 82,543. تبقى الأرقام المقلقة، وتقول منظمة الصحة العالمية بأن هذه الأرقام ليست دقيقة، أعداد وفيات قد تكون أكثر. في إيران 555,743. نقطة مهمة في إيران بأن أعداد الوفيات 3,452، لا يتم تحديث هذه الأعداد. منظمة الصحة العالمية تحذر من أرقام ونتائج كارثية قد تصل إليها إيران في حال عدم فرض الحجر الصحي. في المملكة المتحدة 42,441 إصابة، 4,320 أعداد الوفيات، فقط 215 من المصابين تعافوا. اللافت ما أعلنه وزير الصحة البريطاني، قال إن الأسبوع المقبل، الأحد المقبل، ليس غدا ولكن بعد أسبوع، هو أحد الفصح في المملكة المتحدة، قد تبلغ أعداد الوفيات الذروة. اللافت أيضا ما كان أعلنه أيضا من داخل حجره الصحي رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال إنه يشعر اليوم بحرارة مرتفعة وبأن الحجر مفروض على كافة أراضي المملكة المتحدة. مزيدنا الأرقام عبر مسار كورونا في الحلقات المقبلة. شكرا لك روبير، نحن بانتظارك. أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية بأن شريحة الشباب ليست عاصية عن الإصابة بفيروس كورونا، وأوضح التقرير أن عدد الوفيات يختلف وفق عوامل عدة. نسبة الوفيات بفيروس كورونا تختلف من بلد إلى آخر بحسب منظمة الصحة العالمية. المرضى الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 نسبة الوفيات في صفوفهم لا تزيد عن 0.2% فقط، في حين تتضاعف وتزداد مع التقدم في العمر. وقد لا يتمكن الجهاز المناعي لكبار السن من محاربة الفيروس، ولذا يمكن أن تؤدي الأمراض المزمنة إلى تفاقم النتائج. شريحة الشباب معنية بالإصابة، إذ أن العدوى الفيروسية تؤدي إلى حدوث ردة فعل مناعية قوية قد تتسبب بإتلاف الرئتين، وهذا يفسر سبب وفاة بعض الشباب الأصحاء بالفيروس. وتبقى الحالات عديمة الأعراض الأخطر، لأنها تنقل العدوى بين الآخرين دون معرفة صاحبها بإصابته بالفيروس. ولعل ارتفاع نسب الوفيات يعني أن الدولة لا تمتلك ما يكفي من معدات الوقاية وأجهزة التنفس والمستشفيات ومراكز إسعافية لاستقبال حالات الإصابة. ويبقى التساؤل الأكثر حيرة، هل يمكن التقاط الفيروس مرتين؟ فبحسب جامعة إمبريال كوليدج، فإن بعض الفيروسات التاجية تتسبب بإحداث مناعة قصيرة العمر مدتها 3 أشهر، وهذا يعني أن المتعافين من الفيروس لا يحصلون على مناعة دائمة. روبر يعود إلينا حتى نتابع مسار كورونا لهذه الليلة. روبر، شكرا للأرقام اللي قدمتها اليوم، تشير تماما إلى كيفية تقدم هذه الحالات من حول العالم. نحن نتابع بشكل يومي طبعا شانتال هذه الأرقام، ولكن رغم كل المآسي، رغم كل الأرقام المرتفعة التي نتابعها، هنالك بعض الإيجابية بدأت في أوروبا، تحديدا في إسبانيا وإيطاليا، يعني الدول الأكثر تضررا كانت في العالم. ربما الصورة انتقلت، أو التجربة الإيطالية انتقلت إلى نيويورك وإلى فلوريدا، وهذا ما قد تخبئه الأيام المقبلة إضافة إلى المملكة المتحدة. سنكون بانتظار هذه الفقرة دائما في مسار كورونا. أما الآن فسنستقبل معا من عمان المصاب في فيروس كورونا سيف عابدين. سيف، أهلا بك معنا، يعني بانتظار نتيجة الفحص اللي أجريته والذي سيؤكد شفائك من كورونا، كيف تخبرنا عن هذه التجربة؟ متى بدأت؟ وما أبرز ما شعرت به خلال الأيام الماضية؟
مرحبا وشكرا عشان استضفتوني اولا. هلا هي بدات انه هلا انا طالب من لندن بدرس في لندن وبنتوقع انه قصت بالكورونا وانا هناك وانا طالب جامعه قبل ما رجعت هون على الاردن. هلا بلشت تطلع الاعراض قبل ما سافرت بالسعله بس ما فكرت إشي فيها عشان هي بس سعله بس ازدادوا لما اجيت هون ارتفاع درجه حراره وغيرها ويوم 22 الشهر عملنا فحص عرفنا انه النتيجه هي ايجابيه وجابوني هون على المستشفى. بعدك بالمستشفى سيف؟ انا لساتني في المستشفى وعشان اترك عشان ارجع البيت لازم يعملوا لي فحصين والفحصين يطلعوا سلبي وانا لهلا عملوا لي 3 فحوصات واحده سلبيه ثم إيجابية ثم سلبية وعم ننتظر ربما الإيجابية الرابع. أيضا سيف أنك في عمان في الأردن بحيث الشباب لا يلقون هذه العناية في المملكة المتحدة حيث الأولوية أو الأمكنة في المستشفيات هي لكبار السن. صح هذا صحيح عشان هم الخطر على حياتهم كثير أكبر. سيف لفتني في حديثك أنك تحدثت عن فحصين الأول جاء سلبي ثم عاد ليكون إيجابي، هل فهمتك خطأ؟ صح. وما صح. الذي يعنيه ذلك؟ ما الذي فسره الأطباء؟ الأطباء اللي هم حكوا لي كيف هم شرحوا لي إنه ما في فحص 100% دقيق، كل فحص فيه احتمال يكون غلط. هلا هو برأي الدكتور اللي حكى معي إنه هي بلكي علامة كويسة عشان معناتها إنه أول فحص السلبي استصعب يلاقي الفيروس فيروس الكورونا ومعناته انه بلكي الكثافه قلت في جسمي وان شاء الله هاي علامه انه انا عم بتحسن حالتي عم تتحسن. مع هذه الايجابيه اي دعوه سيف اليوم ان كان للاردنيين لكل المشاهدين في الوطن العربي اي نصيحه وتحديدا التجربه حيث انت كنت وتعرضت للاصابه؟ أنا شخصياً نصيحتي للكل الحمد لله هلأ عم تتحسن بس هذا فيروس جد لازم ناخده جد ما منقدر يعني ما منقلل فيه. أنا قللت بأهميته أنا ما أخذته كتير جدي وما غيرت نمط حياتي وهذا ليش أنا وصلت وهو الحمد لله الأردن أخذت قرارات إنه ما بتسمح للناس يتعاملوا أو يتعرضوا للكورونا كتير بس لسه في ناس ما بتوقعوا انه هذا هو شيء واقعي ما بحسوا فيه وكثير ناس بس عم بنتظروا انه لكل شيء ينتهي وكل شيء يرجع زي ما كان بس للاسف لازم نكون صبورين عشان على الاغلب مش كل شيء رح يرجع زي ما كان لفتره طويله. علمنا سيف بالوقت المتبقي لابد ان نتطرق معك لهذا الموضوع، تلقيت دواء الملاريا، كيف بدت نتيجة الملاريا على جسمك ومن اتخذ قرار أن تأخذ الكلوروكين؟ هلأ أنا بقدر حتى أفرجيكم عندي الدواء في هذا الكيس هون جنبي هو الكلوروكين حكينا مع الدكاترة وهم خبرونا أنه ما بأثر عليك لو تاخده لفترة كتير قصيرة هو أنه شو اسمه؟ تأثيره السايد افكتس بس للناس اللي بياخدوها لأسابيع أو أشهر فمش ناس مثلنا بس هم هي بشكل عام الحكومة الأردنية أو وزارة الصحة هون في الأردن أخذوا القرار أنه يسمحوا لكل المرضى ياخدوها أو على إليه هيك حكوا لنا المستشفى. هل ارتحت مباشرة بعد تناول الكلوروكين سيف؟ نعم. هل ارتحت مباشرة بعد تناول هذا الدواء؟ شخصيا لا عشان أنا عملت بحث عن الموضوع إنه شخصياً وهو ما في دراسات بتفرجي إنه هو هاد علاج أو حتى بيساعد. هلأ ما بنعرف إنه لو بضر بس ما عندنا أي إثبات إنه هو بيعمل إشي فأنا عم باخده ما ارتحت شخصياً يعني ما في عشان هو مش علاج وما بنعرف لو هو علاج. شكراً على هذا التوضيح وشكراً على المشاركة معنا وحمد الله على ألف سلامة. سيف عابدين المصاب في فيروس كورونا حدثنا من عمان. بعد الفاصل نتابع في مسار كورونا دائماً. فنانون يعلقون ويطلقون المبادرات على خط كورونا، فماذا يقول الممثل اللبناني باسم مغنيكي؟ في
في زمن كورونا كثرت مبادرات الفنانين وتعليقاتهم بشأن الأوضاع التي يعيشها العالم بأسره، منهم من حاول التخفيف عن الناس ومنهم من دعا للالتزام بالإجراءات الوقائية. الممثل اللبناني باسم مغنيي يعلق على طريقته وبشكل دوري وفي كل مناسبة له موقف شانتال أو تغريدة، فهو دعا لتقبيل أقدام أفراد الطواقم الطبية وليس فقط التصفيق لهم، وهذه المبادرة كانت في لبنان قبل أيام. ورأى باسم من جهة ثانية أن طريقة بعض الفنانين بنشر فيديوهات خلال الحجر المنزلي متصنعة، وأنا أوافقه على ذلك. ينضم إلينا من بيروت الفنان اللبناني باسم مغنيي. يبدأ معك شانتال. خلص طبيعي. أهلا وسهلا أستاذ باسم، شكرا لوجودك معنا في سكاي نيوز عربية. والسؤال الأول اللي نطرحه عليك الليلة، ما هو أثر فيروس كورونا على باسم الإنسان والفنان؟ بالخير أول شيء لأليك لروبير. أهلا وسهلا. بالنسبة لأثر كورونا، أنا دائما بحاول بحياتي يعني إنه في أصحابي اللي يكونوا حوالي يعطوني طاقة إيجابية، دائما بدور على أصحابي اللي يعطوا طاقة إيجابية. لذلك أنا بكورونا كمان بدور على الإيجابيات فيها أكثر من السلبيات. لا شك وباء إذا بدك عم يخطف بالبشرية، لكن بنفس الوقت هذا الوباء عم يجمعنا سوا وعم يقربنا من بعض. نحن بحياتنا فقدنا كثير من القيم والأخلاق والقصص اللي نحن ما عم نعيشها بحياتنا الطبيعية، عم نحسها هلأ بكورونا. طبعا نحن ما كنا نتمنى يكون موجود هذا الوباء ولا يسقط البشرية، لكن كل شيء له سلبياته وله إيجابياته. إن شاء الله يا رب نوعى بعد هذا الوباء. باسم، يعني كل معجبيك ومتابعيك وتابعونك في الموسم الرمضاني ككل عام، كنت بدأت بمسلسل يعني نهاية في مصر، أنت اليوم محتجز في بيروت، تعجز أيضا عن إكمال التصوير، كيف تنظر اليوم للموسم الرمضاني أو لمسيرتك كفنان أو نجم لبناني وعربي؟ أنا لا ولا شك أنه الموسم الرمضاني يعني بأغلبيته انضرب، وفي بعض الأعمال راح تنعرض عبر الشاشات العربية، لأنه تقريبا كانوا أنجزوا الأعمال وخلصوها، بس في كثير أعمال بعد ما أنجزوها، وأنا واحد منهم. في عندي عمل بمصر اسمه النهاية وعمل كثير ضخم، للأسف نحن يعني تقريبا خلصنا نصه، بعد في عندنا نصه، وأنت بتعرف رمضان على الأبواب. وأنا انحجزت ببيروت، جيت على بيروت 25 يوم وبطل فيه سافر. للأسف هلا نحن واعيين بمشكلة كثير كبيرة، مع انه حسن هذه الشغله انها بعدني على عن اجواء كورونا. واصولا انا مع انه المنتجين هلا وقفوا كل اعمالهم، بدي الاعمال تكون ما بعد رمضان. رمضان العالم بتسلي حالها بشيء ثاني، ما في مشكله، بس المهم انه الانسان يحافظ على صحته وعلى صحه الاخرين. ماذا تقصد باسم؟ يعني هل هنالك طمع لدى عدد من المنتجين الذين يستمرون بتصوير المسلسلات؟ هنالك جدل يعني بهذا الشان في بيروت اليوم. هي المشكلة مش بس عند المنتجين، هي مشكلة عند إذا بدك المحطات العربية اللي عم تشتري المحطات، يعني هي تفرض على المنتج إنه يسلمهم بالوقت المناسب. طبعاً في بعض المحطات عم بتراعي الظروف اللي عم تصير معنا، بس في نفس الوقت في محطات تانية لا، بدها تعرض برمضان على الوقت. فأنا ما بلوم المنتج بكل هذا الشيء اللي عم بيصير، بس في نفس الوقت لازم يكون في موقف إنساني، لأنه أنا بعتبر كورونا هي مشكلة أخلاقية. يعني إحنا ممكن نأذي أشخاص إحنا بنحبهم ما عندهم مناعة، ممكن نأذي لحظة من اللحظات. وأنت تعرف روبير، نحن بالأجواء بالتصوير يكون في مئات الأشخاص موجودين، في ناس كبار بالعمر، في ناس صغار، وكلنا رايحين على بيوتنا بعدين. وأنت تعرف في بيوتنا كمان في أشخاص وناس بتحبهم. بتمنى القرار يكون هيك جامع من كل الناس، عند المنتجين وعند المحطات اللي عم تشتري هالاعمال، وتقدر هذا الوضع لانه مش في انسانيه اكثر. صحيح. باسم، تابعناك على تويتر، على منصه تويتر تشارك الناس وقتك في المطبخ، الا انك تفاجات ببعض ردود الفعل. احدهم قام بتعليق صادم يقول بانه لا يمتلك الاكل في مطعمه. كيف قرأت هذا التعليق وما مدى المعاناة الإنسانية التي فرضتها هذه الأزمة على الناس؟
أول شيء أنا بذكر على أطلع بفيديوهات من البيت عم بعمل أكل. أنا ما أطلع بفيديو، أنا كتبت بوست إنه يعني بما معنى نحن الفنانين أو الناس بتمثل بتحافظ على صحتها بالحجر الصحي عم نضطر إنه ناكل كثير. فطبعا بعد 5 دقائق كان في حدا علق قال لي إنه نحن ما في عنا بالمطبخ أكل، فشو نعمل؟ فحبيت أطرح وأقول هيدي وحذفت البوست ورجعت نزلت وصار معي، بس لحط تكون عبرة لكل الناس اللي بتطلع من المطبخ وبتعمل أكل كتير إذا بدك فخم، لأنه نحن بمرحلة هلا الناس كلها يعني أكثرية الناس ما معها مصاري إنها تاكل. طيب باسم، انتقدت أيضا مشاهير ويقومون بنشر حياته اليومية عبر السوشيال ميديا، ولكن أيضا جدل آخر في بيروت وفي عدد من الدول العربية بشأن المبادرات والتبرعات التي يقوم فيها أي من الفنانين. أنا طبعا يعني بشد على كل إيد حدا بيتبرع بلبنان وبالوطن العربي، بس أنا لا أحب فكرة إنه أطلع وبدي أتبرع على 50 عائلة أو 20 عائلة أو هلأ أنا لازم أعمل هذا الشيء. يمكن هذه الفكرة تكون صحيحة، ويمكن هذه الفكرة تكون مؤثرة، لكن أنا شخصيا ما بحس تشبهني. يعني أنا إذا بدي أعمل شيء بعمله عن جد، بعمله من قلبي من دون حدا يعرف، والله بيشهد على هذا الموضوع. أنا مع هذا الشيء عم بصير، لكن أنا ما بحس بشبهني هذه المبادرات عم بصير علنياً على التلفزيونات. بس أنا بشد على أن كل واحد عم يساعد من قلبه كيف كانت الطريقة. شكراً لك باسم مغنية على المشاركة من بيروت، كنت معنا عبر سكاي نيوز عربية الليلة. شكراً باسم. وجهت عجوز اسكتلندية رسائل مؤثرة لدعوة الناس للبقاء في منازلهم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، وقد تفاعل كثر على وسائل التواصل الاجتماعي مع رسائل السيدة. Just speak to everybody, mom. Say hello. Hello, everybody. I'm still here. I'm telling you, I'm like a bad penny. There's no getting rid of me. And I hope you're all keeping well and doing what you're told. Keep to the rules and you'll all be fine. It'll all pass. Bye-bye for now. Love you all and think about you a lot. والآن إلى هذه الجولة من الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم. في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، بدأت الروبوتس تحمل بعض المسؤولية في الحرب ضد كورونا، وحلت محل الأطباء وأطقم التمريض في عدد من المستشفيات التي تعاني نقصا في أطقمها، واستخدمت في مراقبة المرضى وقياس وظائف أجسامهم ونقلها بدقة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعويض نقص الأطقم الطبية وتلافي وقوع إصابات جديدة. في الجارة إسبانيا رسمت المعاناة معان جديدة في حب الحياة، حيث احتفلت قوات الشرطة الإسبانية بعيد الميلاد 90 لامرأة تحت الحجر الصحي، وتجمع عناصر من الشرطة أسفل شرفتها مرددين الأغنيات كما تمنوا لها أياما سعيدة وعمرا مديد. أما حارس كاتدرائية لوزان السويسرية فقد قرر الصعود لبرج الكنيسة مساء مرتديا قبعته السوداء لإضاءة الفانوس ورن الأجراس لإثارة تضامن سكان المدينة وحثهم على الجلد والشجاعة في تقليد يعود إلى العصور الوسطى، حيث يحتفظ حراس الكاتدرائية بيقظتهم فوق المدينة طوال الليل ودق الأجراس عند أي تهديد. في كوريا الشمالية بعض الشركات الساعية لتفادي الآثار الاقتصادية للأزمة قامت بإجراء امتحانات قبول للموظفين الجدد داخل ملعب كرة قدم مراعاة للتباعد الاجتماعي ومنع انتشار الفيروس، وفي نفس الوقت لوقف نزيف خسائرهم الاقتصادية. ومن كوريا الشمالية
الإيطالية إلى اسكتلندا، حيث قرر أيضا أنتوني دورمان مالك نادي الكوميديا في مدينة أدنبرا وقف نزيف خسائره، واستأنف عروض النادي التي تحظى بمشاهدة مقبولة بين سكان المدينة لكن عن بعد، وعاود بث عروضه الكوميدية عبر الإنترنت، تاركا المجال مفتوحا أمام المشاهدين إما بالمشاهدة مجانا أو بمساندة النادي بمقابل بسيط يمكنه من الاستمرار. Speak and the way I look, they get a bit worried, you know. And I get it, I understand. It's the eyes, isn't it? I've got these big eyes. بهذا نصل إلى نهاية مسار كورونا عبر سكاي نيوز عربية. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.